قبل كم حلقة كان عبد الله بن زنان معنا في الحلقة، تذكرون الحلقة اللي كان فيها معلقة أبو العتاهية اللي قاعد يصارخ فينا ويلجلج علينا ذاك اليوم وهاوش فينا وحالتنا حالة. يلا يمون أبو أحمد يمون يمون عموما يوم الخميس اللي فات. فعبد الله بن زنان قال معلومات واحنا حريصين دائما نتحقق من اي معلومات، بالذات اللي يقولها عبد الله بن زنان، تفهميني ها؟ ندقق ها؟ ايوه نشوف عبد الله بن زنان يوم الخميس وش قال، خلنا نشوف بعدين نكمل. الامر الاخير حديث عن محمد الكويكبي، انا ما حبيت في اللقاءات السابقه اتحدث عن الموضوع احترام الاستاذ خالد الدبل، ولكن بما انه انفتح الموضوع السالفه كلها انه النصر قدم طلب عقد شراء للاعب تم رفضه من الاتفاق، كان فيه مفاوضات عن طريق وسطاء آخرين طلب فيها الاتفاق مبلغ لشراء عقد اللاعب من 40 إلى 50 مليون، هذا النادي الاتفاق فقط غير عقد اللاعب، يعني بيطلع على النصر ب 65 مليون، وهذا أمر مرفوض، ترفض إدارة النصر بالمنطق بالعقل تمام. الاتفاق لهم حق الرد، الاتفاق لهم حق الرد على يردون بكيف تمام. الطلب الثاني قالوا إعارة، قالوا نأخذ ثلاث لاعبين، أول واحد يا عمر هوساوي يا عبد الله مادو واحد منهم، وعبد الله الخيبري وفراس البريكان، وهذول ثلاثة أعمدة في النصر صعب التنازل عنهم. ها سحاب طيب؟ هات العلم، لا ما في انسحاب طيب؟ أنا ما أنسحب. ها؟ أنا ما أنسحب طيب. أبدا. المهندس خالد الدبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق يرد. أول شيء يعني اليوم الكابتن محمد في مشاركة وطنية، هل هذا وقت أن يفتح موضوع زي كذا؟ أنا أسألك سؤال، هل هذا وقت؟ أسأل الإخوان اللي عندك اليوم اللاعب في مشاركة وطنية يا إخوان. اثنين، أنا علقت من قبل ما لم نناقش أي رقم، أتحدى أي شخص في الوسط الرياضي اليوم يقول الاتفاق ناقش رقم، لم نناقش أي رقم مع الإخوان في النصر، طلب ورفض فقط، ومش بس ترى النصر، ثلاث أندية غير النصر طلبوا اللاعب ورفضنا، من حقنا ما تكلمنا بأي رقم مع أي أحد. يذكر العرض الكلام اللي قاعد يدار كله مو صحيح، النصر طلب اللاعب، هذا الاخوان من نادي النصر كلموني ورفضنا واعتذرنا، وكلموني بعد فتره واعتذرنا، وغير النصر ثلاث انديه، من حقنا احنا المحافظه على اللاعبين اللي نعتقد انه احنا مكسب بالنسبه لنا اللاعب. يمكن الاستاذ عبد الله يتحدث بما انه مش موجود، فلعلي يمكن اتمنى موقف عليه، يمكن يتحدث عن الخطاب اللي انت ذكرت انكم رفضتوه، يمكن حتى في ايش فيه؟ يمكن يقصد ان الرقم موجود في الخطاب. الخطاب وش فيه؟ الناس قاعده تتكلم، الخطاب بالضبط اللي فيه انه العلاقه الكلام المعروف انه العلاقه الاخويه بين الناديين، نطلب اعاره الكابتن محمد الكويكبي او شراء عقده، بس ما في اي شيء بدون ذكر ارقام ابدا. احنا مقفلين الموضوع، ف يعني الكلام اللي قاعد يدار ارقام والاتفاق رفض رقم واتفاق طلب لاعب الفلاني ولا الفلاني مو صحيح. لما تقول مقفلين الموضوع تقصد انه خلاص انه حسم الامر بينكم بين محمد الكويكبي انه خلاص محمد اتفاقي؟ ما هو عن محمد الباقي اتفاقي، قفلنا الموضوع وانتهت الانتقالات. هل شفت محمد راح نادي اي نادي من الانديه اللي طلبوه الاربعه؟ على كل حال يعني هم الموضوع هذا ما عاد يفتح، اللاعب لاعبنا وخلوه يركز، والان في مهمه وطنيه يا اخوان.